فيديو عنها عندها. القوات الخاصة في تدريباتها احنا عارفين لها طبيعة خاصة وهي لها مهام خاصة، وعشان لها مهام خاصة فتدريباتها لها طبيعة خاصة. السيد وزير الدفاع، وقبل كده على فكرة من 5 6 أيام كان السيد رئيس الأركان برضو في الزيارة برضو للقوات الخاصة عشان على الوقوف على أشياء معينة. تعالوا نشوف الزيارة ديت، وتعالوا نشوف ازاي في قواتنا الخاصة في قلعة إنشاص بيتدربوا وازاي عايشين هناك. شهد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من الأنشطة التدريبية التي نفذتها عناصر من وحدات المظلات، وذلك في إطار المتابعة لمستوى التدريب والاستعداد القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة. بدأت الأنشطة بميدان التدريب على الاقتحام الجوي الجاكوب، حيث شهد القائد العام بيانا عمليا نفذته عناصر من وحدات المظلات، تضمن أعمال الاقتحام الجوي لأحد الأهداف المعادية والسيطرة عليها. وقدم مجموعة من المقاتلين عددا من المهارات الخاصة للقفز بالمظلات. كما تفقد القائد العام الأنشطة التدريبية التي ينفذها رجال المظلات للتدريب على أعمال القفز الأساسي والقفز الحر، مشيدا بمستوى الاستعداد والتدريب الجاد للمقاتلين وما يتمتعون به من قدرات مهارية وبدنية وثقة عالية بالنفس. ونقل القائد العام خلال لقائه مع قادة وضباط صف وجنود وحدات المظلات والصاعقة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الوحدات الخاصة، وطالبهم بالحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم باعتبارهم أحد أهم دروع القوات المسلحة التي تحمي الوطن وتصون مقدساته. ووجه القائد العام التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أمن مصر واستقرارها، مشيدا بما حققته عناصر القوات الخاصة المشاركة ضمن قوات إنفاذ القانون في القضاء على الإرهاب بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بسيناء وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وأدار القائد العام حوارا مع مقاتلي الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات، تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري. كما قام القائد العام بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والجنود من رجال الصاعقة والمظلات تقديرا لما بذلوه خلال الفترة الماضية من جهد خلال تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. الصهاينة عندهم المظلات بتاعتهم هم بيعتبروها ان ديت الواو بقى، يعني لما عاوزوا يعملوا يعني يعملوا حاجة او يربوا حد يعني فيجيبوا المظلات. لما في الاعمال القتال اللي كانت 14 و15 اكتوبر ومحاولة المستميتة ان يتعمل ثغرة، فكان في حصل كان التخطيط او حصل على الفرقة 16 تركيز ضرب جامد جدا، شاركت فيه طيران وبعد كده مدفعيه ومدرعات كانت بتضرب، وقعدوا يضربوا يوم بالكامل واعتقدوا ان المساله بقت خلاص يعني سهله يعني. فحصل جابوا اللواء مظلات عملوا له ابرار يعني ليه بطياره هليكوبتر، ونزل على بعد 2 كيلو 3 كيلو من الموقع بتاع الفرقه 16 واتحركوا. كان بالليل طبعا كان في المزرعه الصينيه الكلام ده كله، واتحركوا وبالليل والكلام ده كله على اساس ان هم هيخشوا بقى يشوف القرف اللي بقالهم 3 ايام مش عارفين يتحركوا سنتي وخسائر رهيبه جدا بسبب المزرعه الصينيه دي. دخلوا في نطاق
كاف 16، كتيبه 16، في اللواء 16، من الفرقه 16، دخلوا في النطاق بتاعه، كان الاتجاه للبوم بتاعهم. قائد الكتيبه ادى تعليماته بصمت نيراني، وده بيتطلب جراه غير عاديه، انك انت يعني ثبات اعصاب، انك انت بتسيب العدو يخش يلصق في وسطك، فانت بتبقى ماسك ليه، لانك انت ممكن اي جندي من الحماس او بتاع يروح ضارب طلقه يعني، فهو عايزهم لغايه ما يخشوا، لغايه ما يخشوا في حضنك بالظبط يعني. ووصل الامر ان بقت القوات الاسرائيليه، القوات المصريه بتوع الكتيبه كاف 16 دي سامعينهم وما بيتكلموا وبيعملوا، خلاص دخلوا في، وفجاه طبعا اتفتحت ابواب الجحيم على اللواء المظلي الصهيوني. الخسائر كانت 200 واحد ما بين قتيل وجريح. المعركة دي والجرحى ايه والكلام ده كله، قاد اللواء ده لما جه تاني يوم رئيس الاركان وجايين بيكلم، قال لهم انتوا ليه حطيتونا في المدحة دي والكلام ده كله. بعد 20 سنة او اكتر من الحرب اتعمل فيلم على الناجيين من المزرعة الصينية. الفيلم ده وانا موجود في قناة النهار اخدناه وعملنا له ترجمة يعني، وكان ترجمة وعملنا له دبلجة كمان، بيحكي ايه العذاب واللي شافوه على ايد الكتيبة 16 في اللواء 16 من الفرقة المدرعة 16. كل اللي اقدر اقوله، كل الاحترام وكل التقدير لقائد الكتيبة ساعتها المقدم محمد حسين طنطاوي اللي هو بقى فيما بعد وزير دفاع مصر المشير طنطاوي. هم دول المظلات بتاعتهم، بس احنا عندنا القوات الخاصه بتاعتنا دي حكايه ان شاء الله، بس يبقى في وقت كده. لا حكايه بجد، في التدريبات اللي باينه اللي شفتوها حضراتكم ديت، لا ده قواتنا وواصلين لاعلى مستويات. ولما بتيجي القوات، اي قوات بتيجي تتدرب مع الجيش المصري، وبيبقى دايما لهم اشتراطات ان مع القوات الخاصه، لا هم اللي بيستفيدوا مش احنا اللي بنستفيد بجد يعني. كل اللي انا عايز اقوله، كل التقدير والتحيه لجيش مصر الحقيقه، في الامس وفي اليوم وفي الغد وفي كل غد باذن الله.